شيع أهالي قرية الخربة بمنطقة صعوة مديرية بني حشيش جثامين ثلاثة من شهداء اللجان الشعبية استشهدوا دفاعا عن الوطن في جبهة ما وراء الحدود. زف أهالي منطقة صعوان في صنعاء ثلاثة من شبابهم استشهدوا مدافعين عن الوطن ضد ما يتعرض له من مؤامرة خطيرة تستهدف إبادة جميع اليمنيين، إما بالقتل المباشر من الجو والبر والبحر أو بتجويعهم حتى الموت من خلال محاصرتهم وقطع سبل معيشتهم وغيرها من صنوف الحرب القذرة التي لجأ إليها العدوان وأدواته. في جبهة ما وراء الحدود استشهد محمد أحمد خميس وأحمد مبخوت المقولي وإبراهيم صالح صلاح في ذكرى يوم الشهيد، فصدروا بذلك أروع الأمثلة في التضحية ورسموا صورة للمقاتل اليمني الصلب الذي لا يرضى بغير النصرة لبلده أو الموت دونه. أهالي المنطقة أكدوا كسائر أبناء الوطن أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى يحقق العدو أهدافه المشبوهة بحق بلدهم، معلنين النفير العام وبذل الغالي والرخيص لإمداد الجبهات بالرجال والمال حتى يتحقق النصر المؤزر، مشيرين إلى أن هناك الآلاف من الشباب التواقين إلى التضحية والفداء من أجل الوطن. نظم أبناء المحافظة